أخبار اليوم. لما شفنا طبعا الحريق ما في زول بيقدر يطلع لبرا، كلنا يعني وقفنا في الجواحدي مع الجماعة. لما جينا نطلع ما في طريقة نطلع بيها، لما مش تخرجي ايه ما خرجنا الا طلعوا لنا فوق هناي ده سلم ولا شنو، طلع نزلونا بيه سلم. نزلت زي 4 أشخاص، منهم المصابين ومنهم امي، بعد ما طلعوا لنا خالص. لما النار هي حصلت لنا جوا وشيل كويس الشباب السودانيين وصبري والناس العاملين بالفندق ما قصروا، وبكري عملوا عبارة عن خشبة وسلم نزلونا العمارة الثانية ونزلنا تحت. يعني خلاف ذلك نحن ما لقينا اي مساعدة ثانية نحن نقدر ننزل بها، نزلونا هم الحمد لله. وبعد ما نزلنا يعني انا ذاتي من الناس اللي كانوا مصابين، ازعفونا انا ذاتي من الناس المصابين.